الصلاة هي اتصال، الصلاة صلة، الصلاة جنة، الصلاة عروج، الصلاة ربك ليس بينك وبينه أي واسطة ولا ترجمان، تحدثه فيرد عليك كفاحا. الصلاة انكشاف للحجاب بينك وبينه. الصلاة سلم العروج إلى الملكوت الأعلى، سلم العروج إلى عذوبة الروح وأنسها. الصلاة معناها أن تنفصل عن الخلق لتخاطب الخالق، لتكلم الله بدل أن تكلم المخلوق، معناها أن ينكشف الحجاب بينك وبين ربك. ستسأل عنها، لأن الله عندما فرضها في السماء ليبين للأمة أنه لا يتم دين عبد إلا بها، وليس في دين الإسلام شيء تركه كفر إلا هي، كما قال علماء السلف. لذا ستسأل عن الصلاة. وباختصار، اللي ما يصلي لا يحب الله، اللي ما يصلي لا يرجو الله، اللي ما يصلي لا يخاف الله، اللي ما يصلي ارتد عن دين الإسلام. حتى ولو كان يطوف ويسعى ويتصدق ويقرأ القرآن وذو خلال وخصال، لأنها عمود هذا الدين. لذا أحبابي، نقول لبعض شبابنا أخلاقهم طيبة وحبوبين، وبعضهم بار بوالديه، لكن صلاة الفجر لازم ما تصلى إلا عند انتصاف الضحى. إذا كنت كما، أو أن صلاته إذا صلى انظر إليه، الله أكبر سمع الله. يقولون أن أحد الأئمة رأى رجلا يصلي بسرعة فقال له: إما أن تصلي صلاة ترضي ربك، أو ابحث لك عن رب يرضى بهذه الصلاة. كلمة صدمة، يعني هذه الصلاة لا ترضي الله. ولذلك الحبيب في حديث المسيء قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. تصدقون أحبابي، بعضنا له 40 سنة يصلي ولم ترفع له صلاة، إما لأن الفاتحة يلحن فيها عمدا، أو أنه ما تعلم الفاتحة، أو أنه لا يتم ركوعها ولا يتم سجودها، إنما هي نقر وتفكير. وبعضنا والله أحبابي يقول لي إمام مسجد: يا شيخ اتصدق صليت صلاة الظهر 6 ركعات ما قال أحد من المأمومين سبحان الله. قلت: أنت مصلي في بموتى أم أحيا؟ قال: والله ورائي يا شيخ أسمعهم، ما يدرون، قلوبهم انشغلت. ولذلك في الصلاة قد يرفع لك الصلاة كاملة، وقد ترفع شطرها عشرها، وقد لا يرفع منها ركعة. إذا من الأسئلة عن صلاتك، ودعوة للي يصلي: حسن صلاتك واجعلها خاشعة، وأكثر من النافلة حتى تتمها. يا بني، كثرت مشاكلك وكثرت الحوادث، ولربما في عملك أنت غير مرتاح، ولربما يكيدك بعض الناس، ولربما يكتب فيك من مدير العمل فتفصل، أو يحسم عليك، أو تنقل. أتدري لماذا؟ لماذا دائما تقول أن المدير هو اللي حاطني في راسه؟ لماذا ما تقول أنك أنت سبب النكبات في حياتك؟ لم تكن في ذمة الله فصرت في ذمة الشيطان، فتسلط الشيطان عليك. يا بني، إن الهلع والخوف والاكتئاب والقلق والتوتر وجميع أنواع الأمراض النفسية علاجها الصلاة. اسمع قول الله: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين. ما في جزع، ما في هلع، في طمأنينة. يا بني، أمنياتك لا أحققها لك. ولو كان والدك أغنى الخلق، ولو كان والدك أعلى إنسان ممن وهب الجاه والمال، والله أمنياتك لا يحققها مخلوق، أمنياتك يحققها الخالق. فاجعل أمنياتك في سجدة، واسكب على الأمنيات دمعة، وقل: يا رب، يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري.